بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي يسر لنا أن نلتقي في هذا اليوم المبارك من شتى بقاع العالم الإسلامي بحثا عن الحقيقة والمعلومة الدقيقة الصادقة. سعادة الأستاذ محمد سالم ولدبوك المدير العام لاتحاد الإذاعات الإسلامية إبو، سعادة الأستاذ الدكتور عبد الحميد الصالحي المدير بإدارة الإعلام بالأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، سعادة الأستاذ زايد سلطان عبد الله المدير العام المساعد لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي، يونا أصحاب السعادة السيدات والسادة ممثلي المندوبيات والمندوبين الدائمين لدى منظمة التعاون الإسلامي ومنسوبي الإذاعات والتلفزيونات والفضائيات ووكالات الأنباء والصحف والمنصات الإعلامية وأساتذة الإعلام والاتصال بالجامعات والأكاديميات بدول منظمة التعاون الإسلامي. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من رحاب مظلتنا الجامعة منظمة التعاون الإسلامي وجهازيها العتيدين اتحاد وكالة أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي واتحاد الإذاعات الإسلامية، نرحب بكم جميعا في ورشة حول طرق التدقيق في الأخبار خلال الأزمات وانتشار الشائعات، وهي باكورة برامج مخرجات الملتقى الأول لاتحاد يونا المنعقد افتراضيا يوم 23 من رمضان عام 1441 هجرية، 16 من مايو عام 2020 ميلادية، والتي سيقدمها لنا بإذن الله تعالى الخبير والأكاديمي الدكتور الصادق الحمامي. وخير ما نبدأ هذه الورشة وآيات بينات من الكتاب الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. السيدات والسادة الحضور، نبدأ بكلمة من سعادة الأستاذ محمد سالم ولدبوك
المدير العام لاتحاد الإذاعات الإسلامية، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السيد المدير العام لاتحاد وكالات الأنباء الإسلامية وكالة، السيد ممثل إدارة الإعلام بالأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، السادة مدراء هيئات الإذاعة والتلفزيون بالعالم الإسلامي، السادة مدراء وكالات الأنباء بالعالم الإسلامي، السادة الحضور، أيها السادة والسيدات، أحييكم جميعاً بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أود في البداية أن أتقدم بجزيل الشكر والتهنئة أصالة عن نفسي ونيابة عن اتحاد الإذاعات الإسلامية لكل هيئات الإعلام في العالم الإسلامي، وأخص بالذكر الهيئات التلفزيونية والإذاعية بالدول الإسلامية، فقد قامت هذه الهيئات بمجهودات جبارة منذ بداية جائحة كورونا، فكانت رافعة لمجهودات الدول لمحاربة هذا الوباء، فقد قامت بتبصير الناس على خطورة الداء وتوعيتهم على طريقة الوقاية منه وحثهم على الالتزام بإجراءات الدول بهذا الخصوص. فكانت هيئات التلفزة والإذاعية الصفوف الأمامية إلى جانب الجيش الأبيض، الطواقم الطبية، وكذلك السلطات الأمنية والإدارية، فأدت بذلك دورها المنتظر بكل مهنية واقتدار. السادة والسيدات، يكتسي موضوع هذه الورشة أهمية بالغة، إذ يعالج مصداقية الخبر وأضرار الإشاعات، خاصة في زمن الأزمات. فأضرار الإشاعات الكاذبة في الظروف الاستثنائية بالغة الخطورة، إذا تعدى ضررها مصداقية الصحفي والمؤسسة الإعلامية إلى الضرر بالمجتمع ككل. السادة والسيدات، إننا أمام هذه الجائحة مطالبون بالأخذ بالأسباب والتوكل على الله والتوبة إليه والتضرع لرفع هذا الوباء عنا وعن بلاد الحرمين الشريفين وعن كافة المسلمين والعالم. فما نزل وباء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. وأشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الآن مع كلمة إدارة الإعلام بالأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، ويلقيها سعادة الدكتور عبد الحميد الصالحي، فليتفضل. الأستاذ الفاضل زايد سلطان عبد الله، المدير المساعد لاتحاد وكالات الأنباء دول منظمة، السيد المدير العام لاتحاد الإذاعات الإسلامية، السيدات والسادة ممثلي المؤسسات الإعلامية المشاركين في الورشة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إننا في الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لاتحاد وكالات الأنباء أنباء دول المنظمة يونا على تنظيم هذه الورشة عن طريق خاصية تحاضر المرئي عن بعد، وذلك لبحث طرق تدقيق الأخبار في أوقات الأزمات وانتشار الشائعات، لا سيما ونحن نعيش تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد التي بلغت تأثيرها جميع نواحي الحياة. إن ورشة العمل التدريبية التي تقام اليوم تأتي في صلب تنفيذ مخرجات الملتقى الأول الذي نظمه الاتحاد حول دور وكالات الأنباء في مساندة جهود مكافحة كورونا في 16 مايو من الشهر الماضي. كما لا يخفى عليكم فإن وسائل الإعلام التقليدية والحديثة تمثل أدوات رئيسية وضرورية لمكافحة الأخبار المغلوطة المرتبطة بتفشي هذه الجائحة، جائحة كورونا، وبخاصة الدور الريادي لوكالات الأنباء دول المنظمة التي يمكنها أن تسهم في الحد من تفشي هذا الوباء عن طريق نشر المعلومات والإحصائيات الصحيحة
ودحض الأخبار الزائفة. وفي هذا السياق فإن المنظمة قد أطلقت منذ بداية استفحال الجائحة حملة توعوية إعلامية واسعة النطاق حول أو بعنوان دول التعاون الإسلامي تواجه كورونا، وذلك على منصات التواصل الاجتماعي للمنظمة، حيث تم نشر المئات من مقاطع الفيديو والرسومات البيانية والصور وغيرها من المواد الإعلامية. كما إن المنظمة أنشأت على موقعها الرسمي على الإنترنت نافذة خاصة يتم تحديثها باستمرار تضم الأخبار والإحصائيات المتعلقة بانتشار الوباء في دول المنظمة. إن المنظمة تثمن جهود الاتحاد وتؤكد دعمها له في شتى مبادراته الإعلامية، آملين أن تسهم هذه الورشة بتزويد المشاركين بمبادئ حول طرق تدقيق المعلومات والأخبار الصحيحة وتجليتها من تلك الأخبار الزائفة، لا سيما في أوقات الأزمات. إننا نجدد الشكر والتقدير للاتحاد ولا سيما المدير المساعد له الأستاذ زايد سلطان عبد الله وكل العاملين في الاتحاد على هذا النشاط الإعلامي المفيد، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما فيه الخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع كلمة اتحاد وكالة أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي، ويلقيها سعادة الأستاذ زايد سلطان عبد الله المدير العام المساعد للاتحاد، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة أخي الأستاذ محمد سالم والبوك المدير العام لاتحاد الإذاعات الإسلامية، سعادة أخي الدكتور عبد الحميد صالحي ممثل إدارة الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي، السادة مديري ومسؤولي التحرير وممثلي وكالات الأنباء والتلفزيونات والإذاعات في دول منظمة التعاون الإسلامي، السيدات والسادة الإعلاميات والإعلاميين والكتاب الكرام، الأكاديميين، أساتذة الجامعات في المعاهد المتخصصة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي أن أجدد الترحيب بكم في هذه الورشة التي تأتي تفعيلاً لمخرجات ملتقى اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي، وهو الملتقى الذي عقد حول دور وكالات الأنباء في مساندة جهود مكافحة كورونا، الذي رعاه مشكوراً معالي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير الإعلام المكلف في المملكة العربية السعودية في 23 رمضان 1441 هجرية 16 مايو 2020، وهي تأتي ضمن دورات متنوعة، إذ أطلق معاليه برنامج التدريب الافتراضي للاتحاد حول أدوات وطرق التدقيق في الأخبار والمبادرات الإعلامية الرقمية لمواجهة الأوبئة والصحافة الصحية وأبرز المنصات الرقمية المستخدمة للإعلاميين والإعلاميات عن بعد، وصحافة البيانات وصناعة المحتوى الرقمي والتصوير الصحفي والعمل الميداني وطرق الوقاية والنشر الإلكتروني والأمن الرقمي للبيانات وإدارة غرف الأخبار افتراضياً وأسس اللغة الإعلامية الطبية والأبعاد الأخلاقية والقانونية للمحتوى الرقمي، وكلها دورات بإذن الله سوف تقام تباعاً وسيعلن عنها. أجدد الشكر باسمي وباسمكم جميعاً لدولة المقر على الدعم اللامحدود الذي يحظى به الاتحاد من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان. أتمنى للجميع الاستفادة من محاضرنا الأستاذ الدكتور صادق الحمامي أستاذ الإعلام والاتصال في تونس. أتمنى للجميع الاستفادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب السعادة، السيدات والسادة، سوف نبدأ الآن بإذن الله مع ورشة العمل، لكن قبل أن نبدأ نوضح بأنه هذا اللقاء هو عبر الواقع الافتراضي، وقد تحدث هناك انقطاعات في الصوت
أو أي مشكلات فنية، فإذا حدث ذلك نعتذر مسبقاً ونرجو التواصل مع الإدارة الفنية ولإصلاح ما يحدث، أو متابعة اختبار الإنترنت. وسوف نبدأ إن شاء الله بالورشة لمدة ساعة تقريباً، ثم هناك تقريباً نصف ساعة ليتولى محاضرنا الرد على تساؤلاتكم أو استفساراتكم حول ورشة العمل. وفي البداية نود أن يعني نلقي الضوء على مسيرة محاضرنا الكريم اليوم، وهو الخبير والأكاديمي التونسي العزيز الدكتور الصادق الحمامي، وهو صاحب سيرة حافلة في مجال الأخبار وتدقيق الأخبار وتحري الأخبار والبحث عن الحقائق وطرق تحقيقها. فهو أستاذ مشارك بقسم الصحافة بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار بجامعة منوبة بتونس، وهو حاصل على الدكتوراه في علوم الإعلام والاتصال من جامعة ستاندل الفرنسية، ولديه شهادة التأهيل الجامعي في علوم الإعلام والاتصال، وهي شهادة تؤهل للإشراف على الأطروحات العلمية للدكتوراه، وله العديد من الدراسات والأبحاث والعديد من المؤلفات، منها الميديا الجديدة والإبستمولوجيا والسياقات والإشكاليات، الإعلام التونسي أفق جديد، الإنترنت والإذاعة والتلفزيون، استخدام الإنترنت في مجال البث الإذاعي والتلفزيوني، وأشرف على العديد من الدورات التدريبية الموجهة للصحفيين والاتصاليين بالمركز الأفريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين بتونس، وهو مركز شهير وعتيد وله باع طويل في تدريب الصحفيين بالقارة الأفريقية، وعمل بجامعة الشارقة كلية الاتصال بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو حاصل على جائزة جامعة الشارقة التشجيعية السنوية لأعضاء هيئة التدريس فئة البحث العلمي، وهو عضو هيئة تحرير المجلة التونسية للاتصال، معهد الصحافة وعلوم الأخبار جامعة منوبة، وهو مؤسس ورئيس تحرير البوابة العربية لعلوم الإعلام والاتصال، وهو الموقع الأكاديمي الأول والوحيد باللغة العربية المتخصص في مجال علوم الإعلام والاتصال. نرجو بإذن الله جميعا أن نستفيد وأن نحقق من ورشتنا ما نصب إليه من تعلم الجديد. فليتفضل أستاذنا الفاضل الدكتور الصادق الحمامي. السلام عليكم، وشكرا لكل الجهات التي تنظم هذه الورشة على ثقتها. أنا أردت أن أضيف شيء لما تقدم، وهو أن مادة التحري في الأخبار ما يسمى الفاكت تشيكينج أصبحت تدرس الآن في الجامعات باعتبارها يعني مادة مستقلة بذاتها، وأنا أدرسها في معهد الصحافة وعلوم الأخبار في تونس، وهو يعني كلية الإعلام التونسية. يعني المحاضرة التي سألقيها هي حول طرق التحري في الوقائع ما يسمى الفاكت تشيكينج وتحري في الأخبار الكاذبة. أعتقد هناك مشارك لم يغلق يعني أستمع إلى صوت، لا أدري من أين. فقلت الدورة يعني المحاضرة تتعلق بالتدقيق في الأخبار. هل يمكن أن تعطيني إمكانية أن نظهر الشاشة نتاعي شيرينج سكرين؟ عبد السميع، خاصية الشير للمحاضر. هاي لأني نعم تفضل. أوكي ممتاز
فالورشة هي يعني تقوم على فكرة المناهج المستخدمة للتدقيق في الأخبار وفي الفيديوهات والصور الكاذبة وفي الإشاعات. وكما قلت أنا أدرس هذه المادة في معهد الصحافة وعلوم الأخبار. أولاً سأبدأ ببعض الأفكار العامة، الأفكار النظرية حول مفهوم الأنفودميك، الجائحة الأخبارية. هذا مصطلح استخدمه رئيس منظمة الصحة العالمية في شهر 2 الماضي، وكان يقصد به أن هناك الجائحة الأنفودميك يعني التي لها تأثير يعني على صحة الإنسان، لكن هناك أيضاً الأنفودميك وهم يعني يقصد به أن الجائحة نفسها يعني تصيبها جائحة أخبار زائفة وأكاذيب وإشاعات وحتى أساطير تؤدي أيضاً إلى نتائج خطيرة، مثلاً استخدام أدوية غير مناسبة على غرار يعني هناك خبر مزيف أو كذب كبير في منصات الاجتماعيه يقول ان الثوم والماء الساخن ويخلط مع الليمون يمكن له يعني يكون تاثير جيد. هناك نظريه مؤامره تقول ان الفيروس تم ابتكاره في مخبر صيني سأعود الى هذا، او ان شبكات الاتصال للجيل الخامس تنقل المرض. كل هذه الاخبار الكاذبه والاخبار الزائفه والاخبار المغلوطه لها نتائج خطيرة على صحة الناس وعلى سياسات الدولة وعلى سياسات وزارة الصحة في مقاومة الجائحة. وبالتالي كان هناك اهتمام كبير بهذه العملية كما سنرى ذلك الآن. بشكل عام الأخبار الكاذبة وما يسمى الفيك نيوز هي أخبار ليست مرتبطة بجائحة الكورونا فيروس الحالية، قديمة، هي ظاهرة قديمة، ويمكن حتى أن نقول أنها ظاهرة سابقة للإنترنت، لكن مع ظهور منصات السوشيال ميديا الاجتماعية انتشرت بشكل كبير. وهدف الأخبار الكاذبة أو الفيك نيوز هو التضليل، ديزانفورميشن يعني، وهي الأخبار الكاذبة عادة تقدم نفسها بشكل أخبار تقليدية، هي يعني تسعى إلى أن تعطي الانطباع بأنها صحيحة. نرى فيها مثلا في بعض الأحيان مقومات الخبر الصحيح بعنوان وفي بعض الأحيان بإمضاء، وهدف الأخبار الكاذبة هو كما قلت هو الديزانفورميشن يعني تضليل الأخبار. هناك بعض المواقع أيضا تستخدم الأخبار الكاذبة للحصول على أكبر قدر ممكن من الزوار وبالتالي تحسين مداخيلها الاقتصادية. يعني هذا كمدخل لتعريف الأخبار الكاذبة. وفي حالة الجائحة الكورونا لها الأخبار الكاذبة لها تأثير إضافة إلى ما قلت حول التأثير على صحة الناس، على العلاجات، على ساد في بعض الأحيان يعني القرارات التي يتخذها الناس لحماية أنفسهم. هناك أيضا بعض التأثيرات الأخرى الهامة جدا تتعلق باختلال الثقة بين المؤسسات الرسمية وحتى بين الإعلام والخبراء والجمهور والناس. لماذا؟ لأن الأخبار الكاذبة تأتي بعلاجات بديلة وتأتي بتفسيرات بديلة، فبالتالي كل ما يقوله أو كل ما تقوله المؤسسات يصبح محل شك، وبالتالي الأخبار الكاذبة تخلق نوع من الشك والريبة بين الناس، وبالتالي تصبح كل شيء قابل للدحض وقابل للرفض. إذن ما هو دور الصحافة في هذا السياق؟ ما هي الأدوار التي يجب أن تقوم بها الصحافة في سياق الجائحة وفي سياق يعني مرض كوني وعالمي يؤدي إلى وفاة عشرات الآلاف من الناس؟ أولاً أريد أن أشير إلى نقطة مهمة جداً، وهي أن الصحافة ليست عملية نقل المعلومات فقط، هي أكثر من هذا، أكثر بكثير من هذا. الصحافة تأخذ المعلومات من المصادر ثم تعالجها. عملية المعالجة عملية سأعود إليها، عملية مهمة جداً، والمعلومات تحول فيما بعد إلى أخبار
نخطئ إذا نعرف الصحافة باعتبارها معلومات. الصحافة ليست معلومات، الصحافة هي أخبار، يعني أخبار يعالجها الصحفي وفق منهجية. في عادة في سياق الأزمات الصحافة تقوم بثلاث أدوار. الدور الأول هو الدور الإخباري التفسيري، هي تنقل، يعني هي تنتج الأخبار حول الأحداث المتعلقة بالأزمة، لكن تفسر، عندها دور تفسيري. سأعود الآن إلى هذا الدور، دور مهم جدا وأساسي. ثم أيضا في الأزمات عندها وظيفة عملية، لأنها تعطي إرشادات عملية للمواطنين كيف يتصرفون. في بعض الأحيان حتى مثلا ما هي المحلات المفتوحة مثلا، أو معلومات من نوع إذا أردت أن تأخذ تاكسي فعليك أن تدفع مثلا في تونس هنا، إذا تأخذ تاكسي في حالة سياق الأزمة عليك أن تدفع الضعف، لأن التاكسي يأخذ شخص واحد. وهناك أيضا الوظيفة النقدية، بمعنى أن الصحافة لا تكتفي أيضا في كثير من الأحيان، لا يجب أن تكتفي بالمصادر الرسمية، يجب أن تبحث هي أيضا عن معلومات، لأن المصادر الرسمية عادة هي تريد أن صورة جيدة عن إدارتها للأزمة. الصحافة لا تكتفي بإعادة نقل المصادر الرسمية. الوظيفة التفسيرية، شوفوا هنا، يعني هناك نوع صحفي جديد بصدد التطور في الصحافة في العالم، ويسمى الإكسبلينرز. الإكسبلينرز هو تقرير، هو ما يسمى التفسيريات، هو تقرير تفسيري يسعى إلى إعطاء الناس خلفية لفهم الأحداث. شوفوا هنا مثلا في البي بي سي، هناك قسم خاص أنشأت البي بي سي، وهي مؤسسة مرجعية في الإعلام العالمي، أنشأت قسما خاصا في موقعها اسمه كورونا فيروس إكسبلينرز، وهو بشكل فيديوهات ويفسر الناس كيف يتصرفون، يعطيهم خلفية لفهم الأحداث. وفي بعض الأحيان حتى الصحافة التفسيرية تمزج البعد العملي والبعد التفسيري. شوف هنا بعض الفيديوهات حول كيف يمكن الإنسان أن يتسوق أثناء الأزمة. هذه الجاردن يعني عندها أيضا قسم خاص بالتفسير مهم جدا. مثلا هنا تقرير حول يعني كيف يمكن استخدام الماسك، يعني الحمامات لحماية الناس، وإجراءات أو حتى طرق لصناعة الحمامة في البيت. أيضا من وظائف الصحافة في سياق الأزمة هو التحري، فاكت شيكينج، التحري في الأخبار. أيضا أعود دائما إلى البي بي سي، والبي بي سي أيضا عنده قسم خاص رياليتي تشيك، ويتحرى في الأخبار الكاذبة، في الإشاعات، في الفيديوهات، وحتى في التصريحات السياسيين. يعني يتحرى حتى عندما يطلق السياسيون تصريحات يتحرى فيها الأعلام. الآن ندخل في صلب الموضوع بعد هذا التقديم، ونبدأ بالتعرف على بعض الجوانب المتعلقة بالأخبار الزائفة وبالأخبار الكاذبة. هناك أثناء هذه الورشة سأعتمد على المعلومات التي يقدمها معهد تدريب صحفي في الولايات المتحدة اسمه بوينتر، وهو أهم مؤسسة تدريبية عالمية في مجال تدريب الصحفيين. وهذه المؤسسة بوينتر قامت بمبادرات كبيرة جدا في مجال تدريب الصحفيين عن بعد، وإتاحة الموارد الصحفية للصحفيين في مجال مقاومة الجائحة. وسأعود إلى هذا الموضوع، لأن البوينتر أسست حالف بين 60 وسيلة إعلامية أعتقد، يعني لتقاسم الموارد ومحاربة الأخبار الكاذبة المتعلقة بالكورونا فيروس. هنا تشاهدون على الشاشة أن الموقع يقول، أن البوينتر يقول أنه أصدر 5000، أو جمع، قام بتجميع 5000 تقرير حري أخبار الكاذبة، ودرس هذه
التقارير الكاذبة 5000 تقرير، واستنتج أن ما هي خمس أكثر أخبار كاذبة انتشرت في العالم، انتشرت في العالم. عن التقرير أول يقول أن البابا فرانسيس يقول في تصريح أن على المؤمنين وضع المنديل على أعتاب مدخل البيت لحماية من المرض، وثم قام موقع إسباني مالديتا متخصص في الأخبار الكاذبة وبحث في منشورات الفاتيكان وفي تصريحات أو في خطاب البابا ولم يجد هذا التصريح. هذا المثال مهم جدا. لماذا؟ لأنه يبين كيف الأخبار الكاذبة يعني تستخدم مصادر رسمية لتمرير الأكاذيب والإشاعات. هناك خبر أيضا مهم جدا انتشر وكان له يعني انتشار واسع وحقق فيه الصحفيون، وهو خبر يقول أن الكوفيد 19 ليس التهابا رئويا وإنما هو يعني ليس يعني خبر ليس التهاب رئوي وإنما تجلط في الدم. وهذا الخبر له دلالة أيضا لأن الأخبار الكاذبة عادة هي تمزج بين العناصر الحقيقية، لأن الخبر هذا اعتمد على عناصر حقيقية دراسات طبية وبين عناصر كاذبة. بطبيعة الحال يعني الوسائل الإعلام التي قامت بالتحري في هذا الخبر بينت انطلاقا من معلومات منظمة الصحة العالمية وتصريحات الأطباء أن هذا تشخيص غير صحيح. أيضا هناك من الأخبار التي انتشرت، هناك باحثة أمريكية هي نوعا ما متمردة على الأوساط الطبية تقول أن اللقاح ضد الأنفلونزا العادي هذا يمكن أن يجعل الناس أكثر عرضة للتعرض إلى الكوفيد 19. ثم قامت هناك وسائل إعلام أيضا بتفنيد هذا التصريح. أخيرا هناك فيديو، وأنا سأعود إلى التحري في الفيديوهات، يقول أن بعض الدول وبعض البلدان تلقي بجثث موت الكوفيد في البحر. ثم قامت وسائل إعلام هندية مثلا بالتحري في هذا الفيديو وبينت أنه خاطئ. من الأخبار التي انتشرت أيضا بشكل كبير هو إيقاف دكتور يشتغل في جامعة بريطانية أعتقد، ويقول أن الخبر هذا يقول أنه تم إيقافه بسبب أنه ابتكر فيروس الكورونا فيروس وتم تسويقه في الصين. طبعا الحال تم التأكيد على أن التحري في هذا الخبر وبيان أنه خبر خطأ. يعني لاحظوا أنه الآن الأخبار الكاذبة هي أخبار إما تتعلق بالعلاجات أو تتعلق يعني منشأ الفيروس. هناك أخبار عديدة حول يعني المنشأ الصيني أو الابتكار الصيني لهذا الفيروس. ثم هناك نقطة أخرى مهمة يجب أن ننتبه إليها وسأعود إليها في نهاية المحاضرة، وهي أن الأخبار الكاذبة عادة تمزج بين عناصر حقيقية وعناصر مضللة. النقطة الثانية بعد هذا المدخل التي أريد أن أتعرض إليها هي مسألة التحري في الصحافة. الصحافة هي مهنة أو ممارسة تقوم أساساً على التحري. كما قلت الصحافة ليست ناقلة للمعلومات. الصحفي لا ينقل إلا المعلومات التي تحرى بنفسه في أصالتها. وعندما نفتح شريعة الصحفيين أو الميثاق الأساسي الذي يلتزم به الصحفيون والصحفيات في كل دول العالم، وهو الإعلان العالمي لأخلاقيات المهنة الصحفية الذي تم تحيينه وتحديثه مرات عديدة، ماذا نرى؟ نرى أن المعيار الأول للصحافة هو احترام الحقيقة. مهنة غاية الصحافة هي الكشف عن الحقيقة وإيصالها وإبلاغها للجمهور. بطبيعة الحال الحقيقة يجب أن يشتغل الصحفي على كشفها، هي ليست موجودة على
قريعة الطريق. والصحفي عندما يعني يعمل على كشف الحقيقة بطبيعة الحال هو يحترم مجموعة عدد من المعايير، النزاهة في شمع الأخبار والتمييز بين الوقائع الفاكس من جهة أولى وبين التعليق والنقد. هذه نقطة أساسية يجب على الصحفي أن يفصل بين المعلومات والوقائع والتعليق. ثم لا هو لا يقول دائما حسب ميثاق الاتحاد الدولي للصحفيين لا يزور الوثائق، ينشر بأمانة التصريحات. لماذا أنا أركز على هذه النقطة؟ لأن بكل الأحوال الصحفي الصحافة المهنية تمثل بديلاً على الأخبار الكاذبة وبديلاً حتى على منصات الميديا الاجتماعية. في 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 مرحلة معينة قيل أن الإعلام البديل هو الذي سيكون بديلاً على الإعلام المهني. لا، تبين بالكشف اليوم أن الإعلام المهني، الإعلام الذي ينتجه الصحافة التي ينتجها الصحفيون والصحفيات، هي المصدر الجيد والمصدر الأكيد للمعلومات الموثوقة. ولهذا الصحفي كما قلت أنا أواصل في مستوى ميثاق الاتحاد الدولي للصحفيين، يعني الصحفي يستخدم وسائل عادلة ونزيهة للحصول على الأخبار، ويعني كما قلت يعني يعتمد في مهنته النزاهة، لا يقوم بالغش، لا يشوه الحقائق، وفي كل الأحوال يعني يتصرف بطريقة مسؤولة. أيضا في الميثاق العالمي لميونيخ 1971 هناك تأكيد على مفهوم الحقيقة وأهمية الحقيقة واحترام المصادر. ونقطة هامة جدا في الفصل الثالث من ميثاق ميونيخ، هو ميثاق أساسي يعني في تاريخ الأخلاقيات المهنية، وضعه الصحفيون الأوروبيون، يؤكد على أن الصحفي لا ينشر إلا المعلومات التي يعلم مصادرها بشكل كما. إذا عدنا أيضا إلى ميثاق أخلاقي وتحريري لأهم مؤسسة إعلامية في العالم، مؤسسة البي بي تي، نلاحظ أن الصحافة أيضا تحري وتثقيف في المعلومات، والمصادر هي جزء أساسي وبعد أساسي من أبعاد الصحافة. نلاحظ هنا قيمة الأكيوراسي، يعني قيمة الدقة وأهميتها، وتأتي في أول القيم التي يذكرها ميثاق البي بي سي. الصحافة التحرية والتدقيق أو الفاكت تشيكينج هو كما قلت التحري هي وظيفة أساسية من وظائف الصحافة، لكن منذ 2005 و 2006 بدأت يعني العديد من المواقع والمؤسسات الإعلامية تنشئ هذه الأقسام خاصة بصحافة التحري، دون أن أدخل في هذه التفاصيل التقنية. لكن أريد أن أشير مثلا إلى أن المجلة الألمانية دير شبيغل عندها، وهي مجلة إخبارية أسبوعية، عندها 70 صحفي، وليس 70 صحفي، 70 صحفي يدقق بالأخبار التي ينتجها الصحفيون داخل المؤسسة. يعني تصوروا هناك 70 صحفي في مؤسسة دير شبيغل يدققون في المعلومات التي ينتجها الصحفي دير شبيغل نفسها. يعني هذا تأكيد على أهمية التدقيق، وهذا يسمى بالإنجليزية الانترنال فاكت تشيكينج، يعني أنت قبل أن تنشر معلومات، قبل أن تنشر أخبار، عليك أن تضع يعني منهجية للتدقيق الداخلي في الأخبار. ثم هناك التدقيق الخارجي الذي سنعود إليه. إذن الفكرة الأساسية كما لاحظتم منذ البداية هي التأكيد على التحري. الصحافة تقوم في وقت الأزمات بالتحري في الأخبار الكاذبة، لكن التحري بمعنى الفيريفيكيشن والفاكت تشيكينج هو بعد أساسي من بعد العمل الصحفي. أريد الإشارة أيضا إلى أن صحافة التحري تحولت إلى نوع صحفي جديد، وهناك الآن الشبكة العالمية للتحري اسمها The International Fact Checking Network، وهي شبكة تجمع الصحفيون في كل دول العالم الذين يمارسون التحري، يجتمعون في إطار مؤتمر دولي اسمه Global Fact، وهناك اليوم العالمي
لصحافة التحري، وهذا اليوم العالمي ينظم في شهر أربعة من كل سنة. لما قلت هناك تحالف دولي بين وسائل الإعلام عديدة من بينها وكالات أنباء، يعني على نفسي The Coronavirus Facts Alliance، وهو تحالف دولي فيه كبير من وسائل الإعلام، وقاموا يعني فيه تقريبا 70 دولة، ونشروا 6600 تقرير حول الكورونا فيروس، وهذا رابط التحالف. وهناك أدوات عديدة سأعود إليها وضعها هذا التحالف على ذمة الصحفيين، وتسمح لهم بمتابعة الأخبار الكاذبة، لأن هناك نقطة مهمة جدا في الأخبار الكاذبة، لأنها تنتشر بطريقة كونية، تنشأ في دولة معينة ثم تنتشر في كامل دول العالم. هناك أيضا نشريات يمكن أن يشترك فيها صحفي وتسمح له بمتابعة تقارير التحري الذي تصدرها الشبكة الدولية لصحافة التحري في مجال في موضوع الكورونا فيروس. إذن هذه الشبكة وضعت ميثاقا أخلاقيا Code of Principle، وهو يعني ينظم عملية التحري في الأخبار الكاذبة والتحري في الإشاعات والمضامين التي يعني تنتشر على المنصات الميديا الاجتماعية. الآن سأستعرض بعض الحالات، واعذروني إذا كان خذيت حالة، يعني هي حالة في نفس الوقت انتشرت في دول العالم أو على الأقل في بعض دول العالم، وكان مصدرها تونس. أخذ يعني حالة من دولة أخرى، يعني باب النقد الذاتي. هناك خبر انتشر في فترة معينة في بداية الأزمة يقول أن هناك طبيب تونسي ابتكر علاجاً لجائحة الكوفيد 19، وانتشر هذا الخبر يعني بشكل كبير جداً، وهناك حتى بعض وسائل الإعلام يعني تحدثت فيه، وحتى السلطات الرسمية للدولة تعاملت معه. وسأعرض هذا المثال لأن وسائل الإعلام عالمية أيضا تحدثت عنه. إذن القصة أن هناك طبيب تونسي ادعى، هو ساكن في ألمانيا، ادعى أنه ابتكر علاجا لجائحة كورونا، وتصوروا أن يعني وزارة الخارجية الألمانية كانت مجبرة على الرد على هذه الإشاعة. لماذا؟ لأنه تم استخدام فيديوهات كانت فيه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بتركيب صوتي، كانت تظهر وكأنها تتحدث عن هذا الطبيب وتقول أن ألمانيا اشترت منه الدواء. يعني تصوروا تركيبة الخبر الكاذب يعني كيف كان. وتشوفوا هناك وسائل الإعلام يعني سكاي نيوز العربية تحدثت عن هذا. هناك وكالة الأنباء الفرنسية عندها قسم خاص بالتحري في الوقائع، ينشر تقارير بالعربية وبالفرنسية وبالإنجليزية، يمكن أن يعني تطلعوا عليه في الانترنت. وهذا اعتقادي أن وكالات الأنباء يجب أن تهتم بهذه المسألة، يعني يجب أن تهتم بصحافة التحري وتنخرط وكالات الأنباء العربية والإسلامية، يجب أن تنخرط بشكل قوي في عملية ما يسمى الفاكت شيكينج. وأنا بكل صراحة، دعنا نتحدث بكل صراحة، لا أرى مبادرات، على الأقل أنا أعرف العالم العربي لا أعتقد أن هناك مبادرات مثل هذا النوع من الصحافة. المهم، وكالة فرانس بريس، وكالة الأنباء الفرنسية، نشرت تقرير بالعربية حول هذا الخبر الكاذب. وأيضا تلفزيون دوتشي فيلي أيضا يعني نشر تقرير تحري في هذا الخبر الكاذب. مرة أخرى الخبر يقول أن باحث تونسي اكتشف علاجا لمرض وباء جائحة كورونا،
وكما قلت انتشر الخبر بشكل كبير يعني في تونس وخارج تونس. الناس كانوا ينتظرون، الناس كانوا ينتظرون علاجا، وكانوا الناس كانوا في حالة هلع وكانوا ينتظرون علاج. فهذا الخبر الكاذب نرى أنه جاء لتلبية حاجة نفسية، الناس كانوا يحتاجون إلى نوع من الطمأنة. وهنا يجب أن الأخبار الكاذبة، الأخبار الكاذبة، من يصنع الأخبار الكاذبة هو شخص أو أشخاص أو مجموعات، يمكن أن تكون حتى في بعض الأحيان مجموعات سياسية إيديولوجية أو حتى شباب يلعب على الفيسبوك له معرفة بالحاجات اللي بنا. ماذا قلت؟ كانوا بحاجة إلى طمأنة. وهنا يعني أنا فككت منهجية يعني دوتشي فيلي القناة الألمانية كيف اشتغلت على هذا الخبر. نلاحظ هنا أن يعني لأن لا ننسى أن الخبر هذا كما قلت كانت فيه مجموعة من الوثائق، لأن الطبيب هذا ادعى عن طريق أشخاص آخرين دون أن أدخل في التفاصيل أنه أرسل مراسلات لرئاسة الجمهورية في تونس ولوزارة الصحة يقول فيها أنه بصدد تطوير هذا العلاج. المهم القناة الألمانية اشتغلت على الوثائق. الآن أنا أتحدث عن منهجية التحري الآن بطريقة عملية، كيف يتحرر الصحفي في الأخبار الكاذبة. إذن الصحفي اشتغل على الأرقام الهاتف، حاول يتصل بها، وجدها كلها مغلقة لا تشتغل. هذا مؤشر أول على أنه بصدد التحري في خبر كاذب. ثم ثانيا حاول الاتصال بالمؤسسات التي أشارت إليها الوثائق، وجد أن هذه المؤسسات يعني تحوم حولها شبهات، لأنها ليست مؤسسات متخصصة بالضرورة في الأمور الطبية. ثم الدوتشي فيلي حاولت أيضا الاتصال بالدكتور رضوان ولم تتحصل عليه. ثم وهنا نقطة مهمة جدا في النقطة مهمة جدا في منهجية التحرر التي استخدمت الدوتشي فيلي، وهي أن اتصلت بباحثين آخرين للتأكد من هوية الطبيب، وتبين أن هذا الدكتور يعني تقريبا غير موجود وهو منتحل صفة إذا أرد. أما في منهجية فرانس بريس وكالة الأنباء الفرنسية، قلنا أن التقرير أنا اعتمد على تقرير فرانس بريس وعلى تقرير دوتشي فيلي. بالنسبة لتقرير فرانس بريس، التقرير يقول المنهجية المستخدمة، اتصل صاحب المدير العام لمعهد باستور، هذا معهد باستور موجود في فرنسا وموجود وهو معهد متخصص في دراسة الأمراض الذي نفى هذا الخبر وأكد أنه زائف. ثم بعد ذلك تم الاتصال بوزارة الخارجية الألمانية التي نفت الخبر. خلاصة المثال هذا هو مثال هام. لماذا مثال هام؟ لأنه انتشر في العالم العربي وانتشر في أوروبا. وأكثر من هذا، بوزارة الخارجية الألمانية للتدخل، يعني عندما تجد وزارة الخارجية الألمانية تتدخل فهذا يعني أن الخبر لو وقع كبير على خطورة هذا الخبر. من أين تأتي؟ من أنه يوهم بأن هناك يعني علاج للجائحة، والحال أن هذا العلاج غير موجود أقل، وأن اللقاح غير موجود، وبالتالي قد يضعف أو يقلل من حزم الناس ومن جدية الناس في الالتزام بالتعليمات الطبية التي تصدرها وزارة الصحة. إذن الخبر الكاذب أصبح عنده بعد سياسي، الخبر الكاذب أصبح عنده بعد سياسي،
مما يؤكد مرة أخرى كما قلت في البداية خطورة الأخبار الكاذبة. هذا المثال يبين كيف أن الأخبار الكاذبة يمكن أن تزعزع الثقة بين المؤسسات وبين المواطنين، وكيف يمكن الأخبار الكاذبة أن تعطل فعلا السياسات الصحية عندما تضعف التزام الناس بالتعليمات التي تصدرها المؤسسات الرسمية. في مستوى المنهجية ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن على الأقل هناك درسين أو ثلاثة دروس يمكن أن نستخلصها. الدرس الأول هو عادة الإعلام يجب أن يتحرى في الأخبار ذات الانتشار الواسع، لا يتحرى كل الشائعات والأخبار التي تأثيرها ضعيف أو تأثيرها يعني أو غير منتشر. لماذا يهتم بالأخبار ذات الانتشار الواسع؟ لأن الأخبار ذات الانتشار الواسع خطرها أكبر من الأخبار التي لا تنتشر بشكل واسع. ثم دائما في صحافة التحري سواء تعلق الأمر بالأخبار الكاذبة في مجال السياسة أو في مجال الصحة أو في أي مجال، دائما الصحفي يستخدم ويتبع المنهجية الصحفية الأصلية والأصيلة، يعني لا جديدة تحت الشمس. هنا إذا التزم الصحفي بالمنهجية الصحفية تحرى في المصادر، نوع يعني تنويع في المصادر، تقاطع المصادر، هذه المنهجية التي تسمح للصحفي بدحض الأخبار الكاذبة ودحض الإشاعات. هناك حالة ثانية وهي تقول أن في المغرب هناك عامل نظافة توفى بسبب كورونا المستجد، وأيضا صغرت عليه يعني وكالة فرانس بريس ووسائل إعلام أخرى. وهذا إضافة إلى حالة أخرى حول مصريون يحصلون أقنعة تستخدم مرة واحدة لبيعها من جديد. لماذا اخترت هذا الخبر؟ الخبر الأول الكاذب حول الطبيب التونسي أخذته، يعني انتقيته لأنه عنده بعد سياسي، ولأن الصحفيين استخدموا لتكذيبه المنهجية الصحفية عبر تنويع المصدر. هذا الخبر استخدم فيه الصحفيون تقنية ما يسمى البحث المعكوس في الصور، البحث العكسي أو المعكوس في الصور. هذا تطبيق مهم وأساسي، يعني جوجل إيمج يوفر خدمة البحث العكسي في الصور. يعني كما تلاحظون بإمكان الصحفي أن كان في إمكانية نفتح جوجل دكتور لو حبيت تفتح المستعرض يعني ممكن تعمل له شير سكرين للمستعرض نفسه. دقيقة إذن جوجل 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 هنا ممتاز. يعني هذه الخدمة أساسية جدا، هي خدمة مجانية يتيحها جوجل ويسمح بها تعطي إمكانية أن يبحث الإنسان في الصور، يقوم بطبيعة الحال يعمل أبلود صورة، سامحوني أنا المتصفح بتاعي بالفرنسية، يختار الصورة أي صورة ثم يقوم بالبحث فيها في الجوجل، وهذا يسمى البحث العكسي. أنا ويعطيك صورة، يعني هنا لو أعود إلى البرزنتيشن مرة أخرى. كيف أعود البرزنتيشن أجدها؟ ممكن نغلق الصفحة ونعيد من جديد سكرين شير سكرين. اوكي كيف
حتلاحظها من ضمن الصفحات النوافذ اللي حتنفتح لك مجرد ما تعمل شير سكرين. لا انا ما لم اجد ال اوكي صحيح تفتح الباوربوينت شو اكيد لا لا ممتاز كده. فهذه خدمة البحث العكسي للصور الأساسية ومهمة جدا، أنا لا أريد أن أطيل فيها لأنه ما عادش عندي وقت كثير، لكن هناك تطبيقات أخرى يجب أن أشير إليها أيضا في مسألة البحث العكسي. هناك خدمة تين آي وهي نفس الريفرس إيماج سيرش، وهي أيضا تتيح نفس أنت تحمل الصورة من الكمبيوتر ثم إما جوجل إيماج أو تين آي يعطيك إمكانية الصورة هذه متى نشرت وإذا نشرت سابقا، وهذه مهمة جدا. بالنسبة للفيديوهات أريد أن أتعرض إلى خدمة أمنستي انترناسيونال، هي أكثر خدمة أكثر موقع يستخدم يعني في العالم للبحث عن الفيديوهات. أنت لما تشوف فيديو وتريد أن تتأكد إذا كان هذا الفيديو نشر في الفترة السابقة بإمكانك أن تستخدم هذا اليوتيوب داتا فيور ويعطيك كل المعلومات عن الفيديو، يعطيك معلومات تقنية ويعطيك أيضا معلومات عن تاريخ نشر الفيديو وأين نشر. عادة يجب الصحفي يمكن أن يستأنس بتقنيين عندهم معرفة بكل ما هو أمور تقنية، أبعاد تقنية للصورة والفيديوهات، لأن هناك معلومات ميتا داتا يعني هناك معلومات خفية يمكن أن يكشفها ملف الفيديو. إذن ألخص، قلت الحالة هذه أنا اخترت الحالة العامل النظافة الذي توفى بسبب الكورونا المستجد والحالة هذه، لأنه في الحالتين الخبر كاذب يعني. ثم نلاحظ هنا أنه الخبر تم يعني الصورة كانت منتشرة، شوف الصورة التي نجدها في التقرير هي في الحقيقة كانت منتشرة قبل ذلك في عدة وسائل إعلام في أمريكا اللاتينية. لاحظوا أن الصور هذه الذين يصممون الأخبار الكاذبة كما قلت يعني يأخذون معلومات من أو صور أو أكاذيب أو إشاعات حتى من سياقات أخرى ومن دول أخرى، مثلا قصة الثوم والليمون يعني هي قصة يعني انتشرت على المستوى العالمي. وذاك أي أيضا تطبيق يجب أن أشير إليه وهو مهم جدا، هو تطبيق فوتو فورنسكس، وهذا التطبيق يسمح كما أشرت بالنسبة للأخرى بيسمح بالاطلاع على التغييرات التي تم إجراؤها على صورة معينة دون أن أدخل في تفاصيل التقنية لأن تحتاج إلى وقت. هذا أيضا بالاستعانة ببعض الخبراء في مجال الصورة الذين يشتغلون في مؤسسة مثلا مصور القناة أو مصور الوكالة، يمكن أن يساعد الصحفي بالاطلاع على المعلومات التي وفرها هذا الموقع التي وفرها هذا التطبيق والتي تسمح بالاطلاع على التغييرات التي قرأت على إذن هذه الأمثلة ماذا تبين؟ تبين أن الصحفي عندما يغطي، لا أدري كم بقي من الوقت دكتور، نعطيك كمان 5 دقائق، لا أكثر من 5 دقائق، لا أكثر. الصحفي عندما يغطي جائحة الكورونا يعتمد على المصادر، أهمية المصادر. نحن دائما نقول عندما ندرس الصحفيين نقول إن قيمة الصحفي في قيمة مصادره. الصحفي بلا مصادر لا يعني شيء، لأنه الصحفي لا يكتب شعر لا يكتب أدب. الصحفي قيمة الصحفي في مصادر. وهنا أستعرض بسرعة بعض المصادر المؤسسية الأساسية التي يجب أن تبقى راسخة، تكون راسخة في أذهان الصحفيين عندما يشتغلون حول هذا الموضوع. أولا عندنا بكل سرعة موقع منظمة الصحة الدولية، وفيه معلومات كبيرة صحيح بالإنجليزية أكثر من العربية، لكن هناك معلومات يعني غزيرة جدا وكثيفة حول كل ما يتعلق حتى هناك خارطة. أريد أن أقول أيضا ويمكن أن أعطيكم الرابط فيما بعد، منظمة الصحة العالمية عندها خدمة على الواتساب، وهذه الخدمة
مهمة جدا لأنها تسمح بتلقي معلومات حينية يومية عن الجائحة. أنا عملت يعني صورة للخدمة هذه، لا يمكن لا ممكن بعد ممكن بعض تفاصيل عليها الخدمة هذه، وخدمة يعني أساسية. هناك أيضا وزارة الصحة، وزارة الصحة أنا أخذت نماذج من بعض الدول العربية، مهمة جدا وزارة الصحة لأن هي التي تعطي المعلومات الرسمية، إحصائيات، علاجات، انتشار المرض إلى آخره. هذه أمثلة من كل دول العربية. أيضا أريد أن أتعرف إلى المصادر العلمية وهي أساسية في العالم. هناك مصادر علمية أساسية يجب أن يتابعها الصحفي، هي التي تسمح له بالتأكد من الأخبار الكاذبة. من بعض المصادر المعروفة هناك معهد باستور الفرنسي، هذا معهد باستور الفرنسي معهد مشهور جدا وله يعني نشرات إخبارية ومعلومات يعني حول الجائحة وحول تطور الجائحة. أيضا جامعة جون هوبكنز عنده موقع كامل متخصص حول انتشار المرض في كل دول العالم، إضافة إلى معلومات أخرى مهمة جدا، وأعتقد أن الصحفيين عرضوا إلى المعلومات التي تتبعها جامعة جون هوبكنز. أيضا هناك معاهد أمريكية وحتى في العالم العربي، هذا الناشونال انستيتيوت اوف هيلث الذي في الولايات المتحدة يعني ينشر أخبار أيضا معلومات وملفات علمية، هذا في مصر. في المغرب العربي عندنا معاهد، هذا في هذا معهد آخر أيضا فرنسي، هذا معهد قطري، هناك هذا معهد لبناني، مؤسسة لبنانية يعني متخصصة في دراسة ومقاومة الأمراض المعدية، هذا معهد باستور في المغرب وفي تونس أيضا. ثم هناك بعض وكالات الأنباء العلمية في كندا، أجانس دانس بريس هي وكالة متخصصة في الأخبار العلمية. أريد أن أشير إلى مسألة مهمة جدا أيضا في مستوى المصادر، هي المصادر المجلات العلمية. وتعرفون أكثر مجلة تم ذكرها في أخبار في جائحة الكورونا هي The Lancet، وتعرفوا أنه هناك الآن يعني مشكلة كبيرة وقعت بسبب دراسة صدرت في مجلة The Lancet البريطانية حول علاجات الكلوروكين، ثم تبين فيما بعد أن هذه دراسة غير علمية وتم سحبها، وهناك ضجة عالمية اليوم كبيرة حول هذه الدراسة لأنه تم استعمال فيها ما يسمى الفتاة، ثم تبين أن هذه الدراسة غير صحيحة بالكامل. في فرنسا هناك طبيب خلق يعني نقاش عالمي حول ما يسمى الكلوروكين، وانتم تعرفوا كل مسألة الكلوروكين هذه، وهو الدكتور راولت. الدكتور راولت هذا هو الذي بالمناسبة هو الذي شكك في الدراسة التي أشارتها الدراسة في المجلة البريطانية The Lancet. والدكتور راولت هذا الذي أصبح نجما عالميا عنده أيضا موقع اليوتيوب، ومن الأحسن أن الصحفيين الذين يجيدون على الأقل اللغة الفرنسية يتابعونه ويتابعون أنشرته. إذن الخلاصة سأتقدم الآن ببعض النصائح حول ذات طابع منهجي. أولاً عن الصحفي أو المؤسسة الصحفية الوكالة الأنباء يجب أن تكون لها متخصصين يرصدون مواقع الشبكات الاجتماعية. الصحفي عليه أن يكون من أول الناس الذين يرصدون ظهور الشائعات وظهور الأخبار الكاذبة وانتشار فيسبوك وتويتر على الأقل. ثم الوكالة عليها أن تضع قائمة في الأخبار في المواقع التي تنشر الأخبار الكاذبة. في كل دولة هناك مواقع متخصصة في نشر الأخبار. ثم هناك أيضا أنا تحدثت عنها ثم سأعطي بعد العنوان، هي المنصة The Pointer، وتعطي يعني متابعة لكل الأخبار الكاذبة المنتشرة في العالم. أعود إلى المنصات الميديا الاجتماعية، يجب أن نهتم خاصة بالأخبار بالإشاعات التي لها انتشار واسع. أنت لا يمكن أن تحقق أن تبذل جهد
إشاعة انتشرت لدى أصدقائك فقط. الإشاعة عادة الصحفيون يدققون الأخبار التي والإشاعات ذات الانتشار الواسع. ثم مهم جدا أساسي حسب ما لاحظته أن نعود دائما لتفنيد الأخبار ولدحض الأخبار الكذبة إلى المصادر والمراجع العلمية، إلى الأطباء، إلى الباحثين، إلى الأكاديميين المتخصصين في مجال الطب، أو إلى المؤسسات الأكاديمية من جامعات ومؤسسات أخرى متخصصة، لأن الناس، لأن الحجة العلمية هي لها دور كبير في دحض وفي إقناع الناس بأن الأخبار الكاذبة، بأن هذه الأخبار حقيقة أخبار كاذبة. ثم بالنسبة للصورة، التأكيد دائما على استخدام تطبيقات البحث العكسي التي كنت بصدد عرضها. ونقطة أخرى مهمة جدا هي التعاون مع الجمهور. التعاون مع الجمهور أساسي لمقاومة ومكافحة الأخبار الكاذبة. كيف؟ بوضع يعني آليات تسمح للجمهور بالتبليغ على الأخبار الكاذبة. هناك وسأنتهي بهذا تقريبا. هناك الجمعية الصحفيين الأمريكيين نشرت بعض التعليمات المتعلقة بدحض الأخبار. ما هي الآليات أو الإجراءات المنهجية التي يجب أن يأخذها الصحفي في الأخبار لمقاومة الأخبار الكاذبة؟ أولاً النقطة الأولى المهمة جداً هي أن يعتمد الصحفي على سمحوني أنه يعتمد الصحفي على يعتمد الصحفي على المصدر. هي كانت عندي مكتوبة بالعربية لم أجدها، لكن سأتكلم بسرعة. What's the source؟ يعني يعتمد على المصدر. إذا 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 وجد الصحفي معلومات يجب أن يتأكد من مصدرها. هل هي صادرة عن مؤسسة إخبارية؟ هل سمع فيما قبل بهذا المصدر؟ إذا دخل إلى موقع معين عليه أن يزور قسم About حتى يتعرف على هل هناك معلومات عن الموقع الذي سيأخذ منه معلومات. يعني للأسف الصحفيين نشروا معلومات خاطئة باعتماد على مصادر غير جيدة. النقطة الثانية المهمة إضافة إلى المصدر وإلى تشخيص المصدر وإلى التعرف على صدقية المصدر وعلى جودة المصدر هي المضمون نفسه. هل هو يعني هل فيه معايير الخبر الجيد؟ يعني يمكن الصحفي في بعض الأحيان يجد أخبار تقارير موجودة، هل هي فيها مواصفات التقرير الجيد مثلا؟ هل فيها التاريخ؟ هل هي تحمل اسم الكاتب author's name؟ هل الكاتب، هل هناك معلومات عن الكاتب؟ هل الكاتب يستخدم لغة سليمة في مستوى الكتابة، في مستوى النحو والصرف؟ هذا مهم جدا حتى لا ينشر الصحفي أي شيء. يعني النقطة الثالثة بعد المصدر وبعد الأبعاد الشكلية للمعلومات أو التقرير هي استخدام العقل بكل بساطة. هل أن المعلومات يعني قريبة من منطق من العقل أم لا؟ مثلا عندما يقول إنسان بإمكاني أن يستعمل الثوم والليمون لمكافحة الكوفيد 19، يبدو هذا الأمر بعيدا عن العقل. ثم نقطة أخرى يمكن أن نتعرض إليها أيضا في مقاومة هذه النصائح. هذه مأخوذة من مشروع First Draft، هو مشروع يقوده جوجل مع عدة وسائل إعلامية أخرى في العالم، ويقدمون نصائح للصحفيين مثلا في مستوى التحري في الشائعات. هناك خمس نصائح إضافة إلى النصائح التي كنت بصدد تقديمها. مثلا النصيحة الأولى هي كما قلت وأنا ركزت على هذا، في هو أن الصحفي يتحرى فقط في الأخبار التي لها انتشار كبير. أن الأخبار أو الإشاعات التي تنتشر الكبير هي التي عندها نتائج وتأثيرات خطيرة على سلامة الناس، على احترام الناس للتعليمات الصحية. وبالتالي عادة مثلا نقارن كم عدد المشاركات، يعني الشير لفيديو معين أو لصورة معينة أو لتحقيق معين. ثم
كان هناك يعني نقاش حول هذه الإشاعات ما يسمى الديسكشن. هل هناك مجموعات يعني تتبادل هذه الأخبار؟ هل أن الخبر جامب بلاتفورمز يعني خرج من المنصات الاجتماعية وانتشر في مواقع أخرى وانتشر في وسائل الإعلام، هذه كلها مؤشرات تعطي للصحفي يعني أو معايير تجعله يختار إشاعة دون إشاعة أخرى يشتغل عليها؟ هل أن هناك صحفيون أو وسائل الإعلام تحدثت عنها تحرت فيها؟ ثم يعني هل أن وسائل الإعلام يعني كما قلت تقريبا نفس النصيحة غطت هذه الإشاعة وبأي طريقة؟ إذا كان وسائل الإعلام لم تغطيها عليه أن يشتغل عليه. ثم مشروع فيرست درافت أيضا يتحدث عن ال responsible reporting، يعني المعالج التغطية المسؤولة في مسألته. وهنا أريد أن أنتبه هذه النقطة وهي نقطة مهمة جدا، يعني عندما يغطي الصحفي جائحة الكورونا عليه أن لا يستخدم لغة الإثارة. أنا سمعت في بعض الأحيان في بعض وسائل الإعلام العربية يقولون الفيروس القاتل. ما معنى الفيروس القاتل؟ هذا التعبير قد يخلق حالة الهلع لدى الناس. الصحفي لا يستخدم الصور التي يمكن أن تنشر الهلع بين الناس، يعني لا يستخدم كل ما هو مثير أو سيناريوهات مثيرة. في بعض الأحيان هناك من تحدث عن سيناريوهات كارثية، سيناريوهات مثيرة، يقول سيموت هناك مئات ملايين من الناس سيموتون. هذا السيناريو كارثي تخلق حالة من الهلع. أيضا هذه النصيحة الرابعة، الصحفي والصحافة حتى وكالة الأنباء عليها أن تقدم معلومات بالطابع عملي بالطابع تفسيري تسمح للناس بفهم الوقائع. ثم الصحفي أولا وقبل كل شيء يستخدم المصادر الرسمية دون الاكتفاء بها بطبيعة الحال، لكن يستخدم كما قلت كما أشرت إلى ذلك يستخدم مصادر منظمة الصحة الدولية، المجلات العلمية، المؤسسات الأكاديمية المتخصصة، الأطباء. ونحن لاحظنا في كثير من القنوات التلفزيونية الأطباء حاضرون بشكل كبير في البرامج. ثم التنويع من الخبراء، هنا talk to more than one expert، يعني التنويع من المصادر، التنويع من الخبراء. أنا لا أريد أن أتوقف عند هذه النصائح، يعني هي هناك نصائح عديدة يعني تغطية جائحة الكورونا بطريقة يعني بطريقة مسؤولة وبطريقة مهنية. أريد فقط أن أنتهي بموقع البوينتر، أعود إلى موقع البوينتر، هذا مهم جدا. هذه موقع البوينتر الذي وضع تحالف دولي في عشرات وسائل الإعلام لتغطية وأكون انتهيت، يعني لا هو يمثل مصدر أساسي من مصادر المعلومات حول الأخبار الكاذبة. وهو عنده أيضا نشريات newsletters تسمح للصحفيين، هناك عنده حتى نشرية ديلي، يعني نشرية يومية تشترك فيها الصحفيون وتأتيهم التقارير التحري من كل دول العالم. يمكن أن أريكم الموقع لأنه مهم جدا، سأتوقف عنده. تعطيني أستاذ زيد 5 دقائق فقط. ألو دكتور، تفضل دكتور 5 دقائق لأني أريد أن تفضل أريد دكتور. أن نعم تفضل، أنا أريد أن أستعرض الموقع هذا لأنه مهم جدا. إذا هذا هو الموقع، موقع الكورونا، يعني موقع البوينتر، فيه إذا يعني فيه نشرية يشترك فيها الصحفي يوميا، تأتيه على بريده الإلكتروني يوميا نشرية بالأخبار الكاذبة المتداولة في العالم. ثم أخيرا أريد أن أتعرف إلى في هذا الموقع أيضا خدمة أساسية موجودة على الموقع،
وسأريكم إياها الآن، هي التحالف الدولي. هناك بنك معلومات رائع جداً في هذه الكورونا فيروس أليانس. هذا كما قلت يعني فيه بنك معلومات ممتاز وممتاز. تشوفوا أنتم في زي تشوفوا في الموقع أوكي؟ نعم تفضل دكتور. تشوف في الموقع هذا البوينتر تشوف فيه؟ نعم موجود على الشاشة. نعم إذن إذن الـ 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 البنك المعلومات هذا الداتابيز لماذا هو مهم؟ أريد أن أنتبه مهم جدا. شوفوا أدخل إلى أنفذ إلى الداتابيز وأخذ مثلا هنا مثال الثوم غارليك، وأريد أن أعرف ما هي كل تقارير التحري في العالم التي نشرت على الثوم. والآن هو يعطيني، لاحظوا، يعطيني كل التقارير التي صدرت في العالم حول الثوم، تقارير التحري. أنت تشوف معي يا أستاذ زيد في التقارير؟ معك يا أستاذ. مهمة جدا هذه كلها تقارير من بوليفيا، من البرازيل، من المكسيك، من فنزويلا، من تايوان، كلها تقارير من كوستاريكا. يمكن أن ننتقل إلى الصفحة الثانية. هذه أعتقد أستاذ زيد يجب مد الصحفيين بهذا العنوان، عنوان الموقع هذا. هذا مثلا تقرير أصدرته موقع تحري موجود في العالم العربي اسمه فتبينوا، سأزوره الآن، وهو موقع مهم جدا من أول وأهم مواقع التحري. إذن حقق في مسألة نقل المعلومات العربية هذا فيديو، أعتقد هناك العديد من رأى هذا الموقع فتبينوا، يعني كان له دور ممتاز في، هو موقع إماراتي أعتقد، كان له دور ممتاز في مناهضة. إذن أعود إلى البوينتر، مثلا أريد أن أعرف لو أخذ مثلا حتى لا أخذ مثال آخر، أخذ مثال تونس، أريد أن أعرف كلمة تونس في تقارير التحري حول الكورونا فيروس. يعطيني هناك أربع تقارير في العالم حول تونس، من هذا التقرير حول الباحث هذا الذي ادعى أنه هناك تقريرين من موقع فتبينوا حول تونس. إذن هذا التطبيق مهم جدا لمتابعة ماذا ينشر في العالم، والاستعانة ب يعني بالاستعانة بال، عدنا إلى الطبيب التونسي الذي ادعى أنه اكتشف خبر كشف. وأكون انتهيت، وشكرا على الاستماع والانتباه والاهتمام. حازم. اوكي دكتور، نشكرك على هذه. تفضل استاذ حازم. ان شاء الله نكون احترمت الوقت لانه في معلومات كثيره لكن الوقت قليل. حازم. تفضل يا حازم. افتح الصوت يا حازم. السلام عليكم. نشكر الدكتور صادق الحمامي على هذه الورشة القيمة التي طوف بنا فيها حول صحافة التحري وحول تدقيق الأخبار وحول آليات التدقيق والأدوات التي على الإعلامي أن يعتصم بها ليحمي جمهوره ويحمي مجتمعه ويحمي نفسه من أفخاخ المواقع الزائفة أو الأخبار الكاذبة المضللة. وقد أعطانا الكثير حقيقة من الأدوات والآليات
ونشكره على تأكيده أن الصحفي والصحافة الحقيقية وهذا الدور الذي يقوم به كل من الاتحاد وكالات أنباء دول منظمة العالم الإسلامي واتحاد الإذاعات الإسلامية للتأكيد على أن الصحفي ما ينقله هو ما تحرى عنه، وهذه من الجمل المهمة جدا التي أكد عليها الدكتور الحمامي في هذه الورشة. لا بد أن يعتصم الصحفي بمسألة التحري، لأنه هنا نحن نتحدث عن المؤسساتية. ونشكره أيضا أن نبهنا إلى ما تقوم به كنموذج مؤسسة دير شبيغل الألمانية، من أنها على الرغم من مهنية عناصرها الصحفية والإعلامية إلا أنها خصصت مجموعة من 70 إعلامياً مؤكد من أنهم من الخبراء وأصحاب الكفاءة العالية جداً لتحري المعلومات داخلياً عما يصل إلى المؤسسة قبل أن يصل إلى الجمهور وتصبح له آثاره وما يترتب عليه. نفتح الآن المداخلات أو من لديه سؤال من الممكن أن نتوجه به، لدينا تقريباً ربع ساعة من الممكن أن نتوجه بالأسئلة. أعتقد الأخ أستاذ زايد سعادة المدير العام المساعد للاتحاد إذا هناك مداخلة. نعم أستاذ حازم. الدكتور أستاذ حسين الساف رائد في الإعلام الذكي في المغرب وصاحب مشروع الإعلام الذكي في المغرب يتساءل، يقول في مداخلته أن مهن الصحافة في زمن التحول الرقمي دكتور أصبحت تواجه إكراهات ومتطلبات الواقع الافتراضي والنشر على مدار الساعة الذي تعدد فيه الفاعلون إلى جانب الصحفيين. هؤلاء لم يعودوا يمثلون المصدر الوحيد الجيد للأخبار ولا المصدر الموثوق النزيه. هناك المواطن الصحفي والمتخصص الصحفي. سؤالي للمحاضر الدكتور الحمامي، إذا كانت وكالات الأخبار وقنوات التلفزة والإذاعة والجرائد الرقمية ابتكرت آليات ومنهجيات ومعاهد وتحالفات مهنية شبكية وطنيا وعالميا، فما العمل وما هو الحل بالنسبة للشائعات المتداولة على مدار الساعة على قنوات التواصل الاجتماعي ذات الانتشار الواسع الذي ينشره مواطنون أو خبراء حول قضايا القرب المحلية أو الإقليمية؟ هذا استفسار. استفسار آخر يا دكتور، أحدهم استفسار يمكن... لم أفهم بالضبط السؤال ما هو. هل أن ما يسمى الصحفي المواطن السيتيزن جورناليزم أو الإعلام البديل أصبح يمثل تهديدا أو بديلا للصحافة المهنية؟ هذا هو السؤال تقريبا. يعني هذا كلنا دكتور، اذا تسمح لي نفتح للدكتور نفتح للدكتور الساف. معنا دكتور ساف؟ لحظه تفضل. ممكن تضغط على زر الميكروفون استاذ الساف تفتح الصوت. تفضل استاذ. تسمعني؟ نعم تفضل. نعم مساء الخير دكتور الحمامي. انا سؤالي هو ان المداخلة سيادتكم كانت مركزة على الأخبار ذات الصيت العالمي. أنا سؤالي لا ينازع في الصحفي المهني أو المواطن الصحفي أبدا، بل لكل اختصاصه. أنا سؤالي حول المعلومات القرب. كل الأمثلة التي تفضلتم بها هي أمثلة عالمية ذات انتشار عالمي. الآن الإشكالية المطروحة وهي في الفيلج، المدينة الصغيرة، في الحي، في هناك أخبار تنتشر يزودها صحفيون ومواطنون وأطباء ومتخصصون في قنوات التواصل الاجتماعي. إذن هذا الكم الهائل وذي الانتشار الواسع كيف التحكم فيه؟ لأن ليس هناك معهد
ولا يمكن وضع معهد في كل منطقة أو بلد أو جهة إلى آخره. إذن ما الأمثلة جوجل أعطيتها بالنسبة للصور وبالنسبة للفيديوهات، لكن أخبار الحي، أخبار القرى، ما هو هذه إشكالية؟ والآن انتشارها أصبح أكثر فأكثر في تزايد أكثر وأكثر. وشكرا دكتور الحمامي، تسمح لي نفتح الباب بعدين نجاوب عليها مرة واحدة؟ طيب أستاذ أحمد الفاضل، وزارة الإعلام السعودية. أستاذ أحمد تسمعني؟ أحمد الفاضل، تفضل أستاذ. تفضل، عليكم السلام. شكرا لهذا الثراء ولهذا هذه المعلومات الجميلة والمميزة والرائعة. شكرا لضيفنا أو أستاذنا حمامي. وأنا ليس لدي سؤال، إنما لدي قد تكون إضافة أو مشاركة أتوقع أنها تهم الزملاء العاملين ومسؤولين معنا في هذا اللقاء، وهي ويمكن إجابة أيضا لسؤال الأستاذ عساف قبل قليل، وهي كيف يمكن أنه يكون هناك إيقاف أو حد يعني تضييق للتحدي المرسل غير الصحفي. أعتقد أنه في حال الأزمات، في حال إذا تحدثنا عن الأزمات يعني كونها حالة مخصصة، العامة تجتمع أو الجمهور يجتمع حول الإعلام الرسمي، الإعلام الحكومي والإعلام الموثوق، وهذا حقيقة ما لمسناه في ما تم في الفترة الماضية في أوضاع كورونا وما إلى ذلك. في هذه الحالة تنتفي كل الثقة اللي مربوطة إلى حسابات إخبارية أو صحفيين غير رسميين أو أشخاص إعلاميين لكن غير معتمدين وغير موثوقين، والأخبار الزائفة وجدناها انحصرت بسبب الرواج أو توجه الجمهور إلى المصادر الرسمية بشكل كامل. طيب كيف تكون المصادر الرسمية مؤثرة؟ زي ما ذكر حقيقة محاضرنا، امدادها بالمعلومات الموثوقة والصحيحة وأن تكون هي الرائدة في بث ونشر الرسالة في وقتها الصحيح وبشكل يعني عاجل وفي نفس الوقت مضمونة، جعلت الجماهير حقيقة تثق أكثر وترتبط بهذه المصادر بشكل أكثر، وبالتالي تضعف وتقل كل المصادر الأخرى الثانية غير الرسمية غير الموثوقة، السوشيال ميديا، المسربين للمعلومات، وهذا اللي يعملوا إثارة للغط العام. فكان هذا كيس ستدي أو حالة يمكن الاستفادة منها، بأنه دائما نعزز من مناعة وقوة حساباتنا الرسمية أو مصادرنا أو أخبارنا الرسمية، نحن كجهات رسمية كوكالة أنباء كوسائل الإعلام المحلية، حتى يعني الجمهور يكون مرتبط بك أكثر ولا يضطر أن يذهب إلى أي وسيلة أو أي إلى صاحب حساب في السوشيال ميديا أو معلومة تمر عبر الواتساب أو عبر الفيسبوك أو شيء زي كذا، لكن لأنه محصن بمعلومات أساسية ورسمية وردت إليه من مصادر رسمية. هذه كانت مشاركتي مع تقديم الشكر لكم نيابة عن الزملاء في وسائل الإعلام وكالة الأنباء السعودية فواس ووزارة الإعلام السعودية. شكرا لكل ما قدمته، وإن شاء الله نلقاكم مناسبات أخرى قادمة. شكرا للأستاذ، وطبعا المؤسسات الإعلامية السعودية الرسمية متفاعلة معنا بشكل كبير جدا، وهي داعمة وهي دولة المقر لهذا الاتحاد الذي نجتمع اليوم في رحابه. دكتور، بعض الزملاء بيطلب إرسال المادة العلمية. مفيش ولا مشكلة، نرسلها المادة العلمية على ذمة المشاركين والمنظمين، وعندي لا يجب احتكار المعرفة. طيب، أحدهم يسأل عن وجود منصات عربية، أعتقد أنت جاوبت على هذا السؤال. والآخر وجود عدد، شوف أنا أريد فقط أستاذ زكريا أن زيد أن أشير إلى موضوع مهم. الشبكة الدولية لصحافة التحري هي يمكن للعديد من وسائل الإعلام الانتماء إليها، لكن بعد شروط. هناك تقريبا منظمة واحدة، منصة واحدة عربية عضوة في الشبكة الدولية للتحري، هي منصة فتبين، لأن هناك شروط يجب أن تتوفر حتى تنخرط مؤسسة صحفية ما. وأنا أعتقد أن المنظمات العربية والإسلامية يجب أن تنخرط في هذه الشبكة الدولية، لأنها توفر موارد
أساسية بالنسبة للصحافيين. طيب أحدهم أحد الزملاء بيسأل، سامحوني من عدم ذكر الأسماء لأن هناك كمية كبيرة من الأسئلة، يقول هل المصادر الرسمية من بينها الشخصيات الرسمية؟ يعني يسأل عن يعني كيف يمكن الإنسان أن يخلق ما بين المصادر الرسمية كمواقع إلكترونية وما بين الشخصيات الرسمية، كيف يتأكد أنه هذا التصريح صادر من شخصية رسمية؟ دكتور زميل آخر بيسأل يقول لماذا لا يكون هناك وكالة متخصصة أو موقع متخصص للأخبار في دول منظمة التعاون الإسلامي؟ يعني هذا حلم لنا جميعا إن شاء الله، وأعتقد أنها فكرة جيدة. دكتور اسمح لك، يعني اسمحوا لي الزملاء، أنا لا نستطيع أن نذكر كل الأسئلة الآن لأن الوقت داهمنا، سوف نعطي من 3 إلى 5 دقائق بالكثير للدكتور ليرد على بعض الاستفسارات التي وصلت. نعتذر بشكل كبير جدا لكل الزملاء الذين راسلونا يريدون أن يسألوا أو يداخلوا. تفضل دكتور. بالنسبة للمصادر المؤسسية، أنا أشرت إلى أن الصحفي عليه أن يقوم بتنويع المصادر، وكررت هذه الفكرة مرات عديدة حتى لا يتحول أيضا الصحفي إلى مجرد يعني مسؤول علاقات العامة لدى وزير الصحة. يعني هو لا يكرر فقط ما يقوله وزير الصحة، يكرر. أنا ذكرت العديد من المصادر، من المصادر المؤسسية والرسمية، عندنا منظمة الصحة العالمية، عندنا وزارة الصحة، عندنا المؤسسات الأكاديمية الوطنية التي تشتغل في مجال مقاومة الأوبئة والأمراض المعدية، أيضا عندنا الأطباء الخبراء، كل هؤلاء بإمكانهم أن يساهموا في إعطاء يعني مادة إخبارية متنوعة. الناس عادة تثق في المصادر المؤسسية على شرط أن تكون متنوعة. إذا اقتصرنا فقط، إذا اقتصرت الصحافة أو وكالة الأنباء على أخبار وزارة الصحة وعلى المعلومات التي تردها وزارة الصحة، يعني هناك مشكل. لماذا هناك مشكل؟ لأن وكالة الأنباء أو الإذاعة أو التلفزيون سيتحول إلى مجرد وسيلة وامتداد لوزارة الصحة، فبالتالي يجب تنويع المصادر. والمشكل أربط هنا بالسؤال الأول، الأخبار الكاذبة لها هدف أساسي وهي زعزعة الثقة في المصادر الموثوقة وابتكار وابتداع روايات بديلة وأحداث بديلة ووقائع بديلة. يعني عندما ينتشر خبر الثوم والليمون والماء الساخن إلى آخره على أساس أنا ويمكن علاج، ما هو نتيجة هذا؟ نتيجة هذا هو يعني زعزعة السياسات العمومية، السياسات الدولة في مقاومة الجائحة. وبالتالي اعتقادي أن الآن، وهذا موضوع آخر يمكن أن نتناقش فيه، المنصات الاجتماعية أصبحت تمثل يعني مصدراً ما يسمى الانفورميشن ديزاردر، يعني هناك اضطراب أخباري معلوماتي بسبب انتشار قدرة هذه المنصات الاجتماعية على نشر الأخبار الكاذبة. بالنسبة للأخبار المحلية أو أخبار القرب، أنا ذكرت في النصائح التي قدمتها وقلت أن وسائل الإعلام عليها وضع خدمة تسمح للمواطنين بالتبليغ على الأخبار الكاذبة، وهذا دور مهم جدا. الكثير من الأخبار الكاذبة التي تحرك فيها وسائل الإعلام المهنية من إذاعات ووكالات تأكل الصحفيين بفضل تبليغ المواطنين. المواطنون حتى مثلا هذه منصمة فتبينوا عندها آلية للتبليغ، كل وسائل الإعلام الآن أصبحت عندها آلية للمواطنين بتبليغ الصحفيين حول أخبار كاذبة تنتشر في الفيسبوك وتنتشر في التويتر. والصحفي يجب أن يبقى منفتح على المجتمع، وهناك دول عربية وإسلامية فيها إعلام جهوي. نحن نقول في المغرب العربي إعلام جهوي، يعني إعلام محلي لوكال ميديا منتشرة بشكل كبير، لوكال ميديا تابعة للدولة أو خاصة، وهذه اللوكال ميديا يجب أن تقوم بدورها. ثم وكالات الأنباء عندها مراسلين أيضا في الجهات، في تونس وكالة الأنباء التونسية عندها مكاتب جهوية في الجنوب في الشمال، هؤلاء يجمعون المعلومات ويمدون بها، أما يتحرون هم بأنفسهم فيها أو يمدون بها المقر الرئيسي لوكالة الأنباء والمؤسسة. فبالتالي نقطة مهمة جدا، يجب أن تكون
الوسيلة الإعلامية أو المؤسسة الصحفية عندها قدرة كبيرة على التفاعل مع المجتمع وعلى رصد آليات الرصد، مهمة جدا آليات الرصد. يجب أن تكون هناك مكاتب متخصصة في رصد الأخبار. وهناك بالمناسبة هناك مهنة تطورت منذ سنوات اسمها سوشيال ميديا إديتور، والسوشيال ميديا إديتور يقوم بهذا، يعني يقوم بمتابعة ما ينشر في المنصات الاجتماعية. يعني الموضوع واسع بصراحة ومعقد، فيه أبعاد تقنية تتخلص تتعلق بالبرمجيات وبالوسائل التقنية لكشف زيف الأخبار الكاذبة، هناك أبعاد أخرى مهنية. إن شاء الله نكون يعني نجحنا في الإحاطة بكل هذه الأبعاد، وشكرا مرة أخرى للمنظمين على الثقة. شكرا لكم، داهمنا الوقت، بإذن الله نعدكم بمجموعة كبيرة من الأنشطة حول هذا الموضوع ومواضيع أخرى نستضيف فيها خبراء ورواد العمل الإعلامي في العالم الإسلامي. الشكر لكم جميعا، ويمكن لكم بعد هذا اللقاء مراسلتنا على الواتساب، أي أسئلة حول هذا الموضوع سوف ترسل، يعني اسمح لنا دكتور، سوف ترسل للدكتور وإن شاء الله يرد علينا ونرسلها للمختص. وأنا مستعد لتوفير المادة هذه التي كنت قدمتها، المادة بالصور بالمعلومات بالروابط كلها سأمدها لكم إن شاء الله. وتقريبا 115 مشارك معنا من دول منظمة التعاون الإسلامي بكافة يعني هذا المحيط الممتد من 120 مشارك، 120 و20 مشاهدين على اليوتيوب حاليا، يعني 140 مشارك، أعتقد عدد كبير جدا وكلهم يبغوا يسألوا. والشكر لكم جميعا. في كمية كبيرة زيد محتاج أنها تسأل، ولكن الوقت الوقت دهمنا، نحن في جدة عندنا احترازات صحية يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تابعونا على الموقع الإلكتروني للاتحاد، على حسابنا على تويتر، إن شاء الله سوف نعلن تباعا عن الدورات التابعة. الشكر لكم، الشكر لدولة المقر، الشكر لمحاضرنا الدكتور صادق الحمامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.